شيراز العتيري مديرة المركز الوطني للسينما والصورة. اليوم اوفرتور نتاع سال سينما جديدة في مدينة الثقافة، كنت تقدم هنا؟ اليوم حدث مهم ياسر، افتتاح معناتها امتلاء تدشين قاعة سينما تجارية لابليزي سيني 350 سينما المدينة. هو أول قاعة معناتها عمومية، سي سال بوبليك بعد ما سكروا لي سال دو لا سات بيك في 1992. هذه أول مرة تفتح قاعة لا سال بوبليك معناتها تحت إشراف سيد وزير الشؤون الثقافية. المركز الوطني للسينما والصورة يفتح القاعة هذية اللي هي قاعة موجهة أكثر لترويج السينما التونسية والأفلام التونسية، مع كذلك بيسيوغ أفلام أخرى. هي قاعة تجارية معناتها يلزمها تخدم مع الموزعين الكل، والأفلام الكل معناتها التوانسة ولا غير التوانسة بيسيوغ، مع بريوريتي للفيلم التونيزيان. الويش علاش معناتها الهدف وراء من نقائص في القطاع السينما التونسي هو قلة القاعات السينما على مستوى الجمهورية التونسية الكل. فما قاعات في العاصمة أكثر بيانسيغ من المدن الكبرى الأخرى، واليوم نزيد نشوفوا في نقص في القاعات، ونشوفوا زيد إنتاج كبير وإنتاج فيه قيمة معناتها لكاليتي دي فيلم تونسيان اللي راهو فيهم توا يتوجوا في المهرجانات الكبيرة الكل، تخلي اللي فما ضرورة فتح قاعات كبيرة. الدولة ما تنجمش تفتح هي قاعة، معناتها هذه سي اون اكسبسيون، خاطر القاعة هذه موجودة مع المركز الوطني للسينما والصورة في مدينة الثقافة اللي هي بنية جديدة. فمعنا مكتبة سينمائية زادة اللي هي عندها القاعة نتاعها وعندها برامجها وعندها برنامج تاع ثقافة السينما بصفة عامة اللي هو حاجة أخرى معناتها دوتخ ميسيون. اليوم القاعة هذه هي قاعة تجارية عندها هدف ترويج وعندها هدف تقريب معناتها رابروشي اوسي لو سينما دو تونيزيان، لو سينما تونيزيان دو تونيزيان. ومعناتها الفرص هذوما يخليو يقول لك القائل العاصمه فيها برشا قاعات، اوكي معناتها ما احنا الاستراتيجي معناتها نتاع المركز ونتاع وزاره الشؤون الثقافيه مش الدوله تقعد تفتح في القاعات، اما نساندوا وندعموا المستثمرين اللي يحبوا يفتحوا القاعات نتاعهم خارج الجمهوريه في المدن ولا معناتها في المدن. كل فما مقاعات قاعدة توا تاخذ في دعم من عنا وقاعدة تعمل في لي ترافو باش يفتحوا الشاشات هذوما. اليوم الاوفيرتور باش تكون فيلم فتوى، فيلم لمحمود بن محمود اللي هو فيلم متوج في ايام قرطاج السينمائيه الثاني الذهبي الاخيره. فما رمزيه لاختيار الفيلم هذايا واللي هو انجو سي حبيب الهادي وسي حاتم بن ميلاد. شفنا 2011 سي حبيب الهادي اضطر لاغلاق غلق قاعه الافريكا للاسباب اللي نعرفوها، معناتها كان الفكر الظلامي والارهاب هو اللي خلى القاعه هذي. واليوم حبينا يكون